الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعداد كبيرة من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ومع ذلك يدافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعامله مع الفيروس، واعتبر أن خفض الوفيات لم يكن ليتحقق من دونه. جامعة جونز هوبكنز المتخصصة في إحصائيات الفيروس في الولايات المتحدة أعلنت عن 1894 وفاة خلال 24 ساعة، وده بزيادة أكثر من الضعفين عن آخر يومين. تخطى إجمالي عدد الوفيات حاجز 82,000 وفاة في الوقت اللي وصلت الإصابات فيه إلى ما يقرب من 1,400,000 إصابة. يعني وضع صعب طبعا تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني وهي يعني عين تنظر على الاقتصاد وعجلة الانتاج، وعين تنظر على صحة المواطنين ومحاولات الحد من تفشي الفيروس. كيف تتعامل إدارة ترامب في هذا الموقف، وأي الخيارات ترجح للتعامل مع الفيروس في الفترة الراهنة؟ لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الولايات المتحدة دكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق العالمي والمدير الأكاديمي بجامعة جورج واشنطن. أهلا بحضرتك دكتور صلاح، أهلا بك معنا في هذا النقاش. هل صحيح أنه مجرد وضع السؤال بهذه الصيغة الحدية، إما الاقتصاد أو صحة المواطنين، إما النشاط الاقتصادي أو الحد من تفشي الفيروس، إما دوران عجلة الإنتاج ويعني الوظائف وفرص العمل، أو صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم، هل صحيح أنه وضع التساؤل بهذه الصيغة يعكس ما يحدث فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية، أم هناك جوانب وأبعاد أخرى للموضوع؟ هو طبعا في جزء كبير من الصحة في الكلام اللي حضرتك قلتيه بالنسبة للعامل الصحي والعامل الاقتصادي، بس في عامل ثالث مهم وابتدينا نشوفه يتجلى في الأسبوعين اللي فاتوا، وهو العامل النفسي. احنا بنتكلم دلوقتي على العامل الصحي، وبنتكلم دلوقتي وهي طبعا صحة نفسية يعني، لكن عادة لما بنتكلم على العامل الصحي بنتكلم على الكوفيد 19 او الاقتصاد، يا اما العزلة المكانية او الخروج للعمل. لا، هو في عامل ثالث دلوقتي بيتحكم في المنظومة كلها برضو، وابتدى يتجلى في الاسبوع الماضي اللي هو خروج التظاهرات وعملية الذعر اللي حاصل وانعدام الامان. طبعا هو انعدام الامان ناجم عن انعدام الامان الصحي وانعدام الامان الاقتصادي، لكن هو دلوقتي ابتدى يتبلور في عامل نفسي، وابتدت الناس تخرج للمظاهرات في ولايه كارولينا الشماليه وفي ولايه ميشيغان، وابتدى بعض ارباب العمل يفتحوا الصالونات بتاعتهم على الرغم من التحذيرات. فأنا عايز أقول لحضرتك إن في دلوقتي تخبط في القرار ناجم من انعدام المركزية في اتخاذ القرار. طبعا الرئيس ترامب بيأخذ قرار، لكن بعض الولايات لا تتماشى مع هذا القرار، وفي بعض الأحيان في هذه الولايات اللي حط معايير معينة لإعادة الفتح بيخرج بعض أرباب الأعمال وبيقول إن هو من حقه إن يفتح العمل بتاعه. طبعا ده كله بيعتمد على الدستور الامريكي والحريه الشخصيه وحريه ممارسه الاعمال. يعني على ذكر هذا الموقف تحديدا، هناك شركات قررت تحدي وقف النشاط الاقتصادي، قامت بالفعل بفتح مصانعها ورفعت حتى دعوى ضد يعني الولايه تريد اعاده النشاط الاقتصادي، اتحدث عن شركه تسلا تحديدا. ايوه، شركة تسلا وإيلون ماسك اللي هو صاحب شركة تسلا اعلن ان الاسمبلي لاين هيرجع، وهو قال في تحدي سافر ان هو هينزل في الاسمبلي لاين بنفسه، واذا كان اي من قوات الامن هتيجي وتقفل فهو هيعرض نفسه شخصيا، وده راجل مالتي مليونير يعني ملياردير. وقال بالاضافه الى ذلك تهديد سافر للحكومه المحليه في ولاية كاليفورنيا، قال إذا كنتوا أنتوا هتقفلوا مصنعي أنا هنقل المصنع كله يا إما إلى نيفادا أو إلى تكساس. فده تحدي سافر، لأن هذه الولايات مفتوحة، ففي تخبط لإنعدام المركزية في اتخاذ القرار. إنعدام المركزية ليس بس على مستوى الولايات المتحدة، ولكن على مستوى الولاية.
يعني في جزء من الولايه ممكن بيفتح وجزء تاني من الولايه بيكون قافل، ففي تخبط في القرار بصراحه، وده هو له مردود عنيف جدا على الرجه الاقتصاديه اللي بتمر بيها امريكا، واللي عمليه تخفيف اجراءات العزل. طيب يعني لو نتحدث عن هذه النتائج السلبية التي تتحدث عنها دكتور بالنسبة للاقتصاد، إذا كان الأمر متروك لحكام الولايات في أن يقرروا في إذا كان يعود النشاط الاقتصادي أو لا يعود، كل ولاية ستحدد طبقا مثلا لحالات الإصابة فيها، للأعداد، للتراجع إذا كان هناك زيادة أو حتى انخفاض في عدد الوفيات، فما المشكلة هنا؟ يعني إذا كانت كل ولاية هي سوف تحدد على أساس وضع الإصابة فيها. بص حضرتك، هو بس مش في الإطار صنع القرار، هو في الإطار الشعبي كمان. كل ولاية ليها المزيج بتاعها المختلف. ولايات الجنوب الفكر الفلسفي بتاعهم مختلف عن ولايات الشمال الشرقي أو الولايات الغرب، فهي مش عملية بس صنع القرار السياسي أو البوليتيكال ويل، إن احنا ناخذ القرار هنفتح أو مش هنفتح ومدى الانفتاح، هي بس المزيج الشعبي لهذه الولايات. في بعض هذه الولايات بتعتمد اعتماد كلي، زي الولايات الساحلية، زي ولاية كاليفورنيا، بتعتمد على سياحة الشواطئ، واحنا داخلين على موسم سياحي صيفي، فالناس بتخرج للشاطئ بأعداد غفيرة. يعني هتتحكمي في ذلك ازاي؟ يعني حاكم الولاية قد يأخذ القرار أو قد يعطي الأولوية في أخذان هذا القرار على حسب المدن نعم والمقاطعات، ولكن دلوقتي العامل النفسي اللي أنا بحب أركز عليه. إحنا طول الفترة السابقة عمالين نركز فقط على العامل الكوفيد 19 والعامل الصحي، وبنتكلم على العامل الاقتصادي، وبنقول هذا الثنائي اللي هو ده بيتحكم في الحياة دلوقتي، لكن هو في بعد ثالث ابتدى يظهر دلوقتي، وهو عامل النفسي. العامل النفسي إن الناس دلوقتي ابتدت يبقى في خوف وفي ذعر وعدم أمان، وده ابتدى يتبلور في الناس بتخرج للشوارع أو للشواطئ أو للمصانع، وخلاص يعني زي ما تقولي إيه، يعني فاض بيهم. أي فأضف لذلك أن طبعا الرئيس ترامب بيتجه لانفتاح الاقتصادي والعودة الاقتصادية التدريجية على الثلاث مراحل اللي هو كان نوه فيهم عليهم الشهر الماضي، وهم ماشيين في هذا المسار اللي هو العامل المرحلي على الثلاث مراحل، وكل مرحلة لمدة 14 يوم، وبيرجع هذا القرار لحكام الولايات. نعم أنا في رأيي الشخصي أن الوضع في أمريكا بيزداد تعقدا نظرا لانعدام مركزية القرار، وكل طيب واحد لكن دلوقتي بيرحل القرار. اتفضلي. مع ذلك دكتور صلاح، يعني رغم ان حضرتك شايف ان الموضوع معقد جدا، لكن دونالد ترامب ما زال مستمر في تصريحات متفائله جدا، حتى انه البعض يرى انه يعني حتى تصريحاته ليست وكانها يعني ليست لطمانه الامريكيين، لكن لاظهار لاظهار التفوق يعني، وانه تصريحاته فيها تنافسيه كومبيتيتيف طول الوقت، يعني يصر على فكرة أنه أمريكا الأفضل، تعاملنا بشكل الأفضل، كنا الأفضل، كنا الأقل، كنا الأحسن. هل تتفق مع هذه القراءة لتصريحات دونالد ترامب كرئيس الولايات المتحدة في ظل وباء يعني خطير كهذا يهدد بلاده ويهدد العالم كله، أم هي استراتيجية أمريكية مختلفة؟ هي الاستراتيجية الأمريكية للفوز في الانتخابات القادمة، يعني لا شك في ذلك. فهو لازم يكون متفائل، يكون لازم مبعث للتفاؤل، لان هو ده الكارت اللي بيلعب بيه الوحيد اللي فاضل معاه علشان يقدر يخوض المعركه الانتخابيه القادمه اللي هو الكارت الاقتصادي. فهل مزيد من هل احنا محتاجين صوت متفائل؟ محتاجين صوت متفائل. انا مش بناقد نفسي، انا هو في بس عوامل كلها بتشدنا من اتجاهات مختلفه. هل هو على حق ان يبعث رساله طمانينه ورساله هدوء ورساله تفاؤل؟ طبعا لازم يعمل كده، هو الا العمليه هتبقى كارثه قوميه. لكن هل هذا يتماشى مع الحال في المصنع، في الشارع، في المدينه، في المقاطعه، في الولايه؟ في بعض الولايات بيتماشى، في بعض الولايات لا يتماشى.
فعشان كده انا قلت ان في تخبط نتيجة لان العامل الجغرافي الشاسع بتاع الولايات المتحدة هي قارة، هي يعني ليست دولة. وبعدين القرار السياسي ليس بكامله في يد على المستوى الفيدرالي، على في يد الرئيس ترامب، ولكن على المستوى المحلي والمستوى على مستوى الولاية فهو في يد حاكم الولاية. عشان كده يبدو ان في تخبط في القرار، لكن هل احنا محتاجين رسالة طمأنينة؟ احنا في اشد الحاجة للتفاؤل والطمأنينة، لكن في نفس الوقت لازم يكون في تحذيرات، ولازم يكون في اخذ بالمعايير المحلية لان احنا نرجع عجلة الاقتصاد، وفي نفس الوقت نأمن المواطنين. بس شكرا ازاي لك. تأمن المواطنين ودلوقتي اعداد الوفيات بلغت 82 ألف وفاة، نعم، وعدد العاطلين عن العمل وصل وضحت الفكرة. 25 ل 30 بعد التقارير، 30 ألف عاطل عن العمل، يعني فالعملية بنتمنى معقدة. لك السلامة دكتور صلاح، وبنشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق العالمي والمدير الأكاديمي بجامعة جورج واشنطن، كنت معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك.